حبايبي الحلوين طلاب جريد 7 الغاليين طلاب الاسكولة، اهلا بيكم. معكم مستر شنوده. النهارده هنتكلم عن ليسون 7 يونت 2 اللي التايتل بتاعها ديفايدنج ان الجبريك اكسبريشن باي مونوميال. برضو يا شباب عاوز انوه على حاجه مهمه جدا، عشان تبقى بروفيشنال في الدرس ده محتاجين ان احنا نرجع ستيب ورا. هنتمرن كويس على ليسون 3. الليسون 3 هو عباره عن الانترودكشن بتاعنا لليسون 7. هتسمع ليسون 3 كويس، تفتكر اللي كان بيحصل، وبعد كده نرجع لليسون 7 مع بدايه قويه جدا وستيب 12 في طريقنا طريق الفول مارك. هنرجع على حاجه بسيطه تمت في ليسون قبل كده، اللي هي ديفايدنج الجبريك تيرم باي الجبريك تيرم. كنا بنعمل ايه في الديفايدنج؟ النمبر ديفايدنج النمبر، 6 ديفايدد 3 ايكوال تو، والاكس باور 3 ديفايدد اكس، السيمبلز ديفايدد السيمبلز. ازاي بنعمل ايه؟ بنعمل ماينس للباور، يعني بنزل الاكس واعمل 3 ماينس الباور هنا 1، 3 ماينس 1 ايكوال 2، فهتطلع الريزلت النهائيه اللي هي الكوشنت عباره عن 2 اكس باور 2. طب ناخد اكزامبل كمان. الاكزامبل اللي جاي بقى هو درس النهارده، اللي هو ديفايدنج ان الجبريك اكسبريشن اللي هو ده كده باي مونوميال. تمام. طيب دلوقتي يا شباب نعمل ده ازاي؟ انت عندك الجبريك اكسبريشن كونسيست اوف تو تيرمز، ادي فيرست وادي السكند تيرم. هناخد كل تيرم مع بعضه، يعني ايه؟ يعني فيرست تيرم ديفايد 7x والسكند تيرم برضه ديفايد 7x. تمام. ناخد بقى دي كانها مساله منفصله ودي مساله منفصله. طب هنعمل ايه؟ 21 ديفايد 7 هتطلع الريزلت 3، x باور 2 ديفايد الاكس بنعمل ماينس للباور فهتطلع الريزلت x. هنسيب البلس دي دلوقتي نجيب الريزلت 14 ديفايد 7 ايكوال 2، x ديفايد x اتكنسلوا مع بعض. تمام. ناخد اكزامبل كمان، 16 x باور 3 y ده الفيرست تيرم، بلس 8 x باور 2 y باور 3 ده سكند تيرم، نيجاتيف 12 x باور 2 y ده الثيرد تيرم. هنعملهم كلهم ديفايدد نيجاتيف 4 x باور 2 y. طب انت دلوقتي هتقسمهم ل 3 terms. الاول ديفايدد نيجاتيف 4 x باور 2 y، والثاني ديفايدد نيجاتيف 4 x باور 2 y، والثالث اللي هو نيجاتيف 12 x باور 2y divided negative 4 x باور 2y. هنحل دي لوحدها يا شباب. النمبرز هتتعامل معاملة الديفيجن العادية، 16 divided negative 4 equal negative 4. تمام. الواي اتكنسلت مع الواي. طب بالنسبة للاكس، x باور 3 وهنا باور 2 نعمل ماينس للباور، 3 ماينس 2 1 هتبقى x باور 1 وال1 مش بيتكتب. طيب هنسيب البلاس دي لغاية لما نجيب الريزلت، 8 divided negative 4 هتطلع negative 2. تمام. x power 2 تكنسلت مع x power 2، بالنسبة لل y بنعمل minus للpower، 3 minus 1 هتطلع y power 2. طيب هنسيب الplus ونبتدي نعمل ايه الoperation دي، negative 12 divided negative 4 هتطلع result 3، x power 2 تكنسلت مع x power 2، y تكنسلت مع ال y فهتطلع result ايه 3. يعني الريزلت عبارة عن negative 4x minus 2y power 2 plus 3. ناخد example كمان يا شباب. انا عندي هنا برضو 3 terms، ادي الفيرست وده السكند وده الثيرد، كلهم هعملهم divided ABC. طب ما انت عندك 3 terms، يبقى انا هفصلهم عن بعض. هنكتب 3AB power 2C divided ABC plus، نكتب السكند negative 5 a power 2 b c divided برضو ال a b c. طب الثيرد هكتب 2 a b c power 2 divided ال a b c. هنا الكوفيشنت بتاع ال a b c هنا في 1، طب 3 divided 1 equal 3. تمام. ال a اتكنسلت مع ال a وال c اتكنسلت مع c. بالنسبة لل b هنعمل minus للباور، يعني ايه b 2 minus 1 ب 1 وال1 مش بيتكتب. طبعا ما تكتبش البلس، اصبر شويه لغايه لما تجيب الريزلت، نيجاتيف 5 ديفايدد 1 هتطلع نيجاتيف 5. طبعا السي اتكنسلت مع السي ليهم نفس الباور، والبي اتكنسل مع البي. الاي باور 2 ديفايدد اي، هننزل الاي ونعمل ماينس للباور، 2 ماينس 1 هتطلع 1 يبقى نيجاتيف 5 اي. طبعا مش هتنزل البلس، استنى لما تجيب الريزلت، 2 ديفايدد 1 2.
الاي كنسلت مع الاي والبي كنسلت مع البي. سي باور 2 ديفايد السي، هننزل السي وتعمل ماينس الباور 2 ماينس 1 عباره عن 1، فهتبقى سي باور 1 اللي هي سي. يعني الريزلت عندك 3b ماينس 5a بلس 2c. طيب هو بيقول لي find the result when a، find the result لو احنا زودنا جزء كده، find the result when، when a بقى. افرض يا شباب هو طلب مني النوميريكال فاليو بتاع الاكسبريشن ده لما ال a equal 1، ال b equal negative 2، ال c equal 3. هنعمل ريبليسمنت لل A وال B وال C، يعني هنزل ال 3 وافتح براكت لل B. هي ال B بكام يا شباب؟ ال B بنيجاتيف 2، هحطها جوه البراكت. انزل نيجاتيف 5 وافتح براكت لل A. طب انا عندي ال A ب 1 يبقى جوه البراكت هحط 1 بلس 2 وافتح براكت لل C، وال C عندي ب 3. تمام جدا. هنجيب الريزلت من خلال استخدام الكالكوليتر، فهتطلع الريزلت نيجاتيف 5. هنا بيقول لي find the quotient of each of the following. Number 1 12x power 4 plus 8x power 2 divided 4x. طب هنجيبها ازاي دي يا شباب؟ اول حاجة هتفكر فيها ان انا هجزأ الـ A الـ expression ده، انا عندي 2 terms تبقى term plus term. تمام جدا. طب هنا عندي 12x power 4 وهنا في 8x power 2 وتحت في 4x، هنا 4x، فتطلع الريزلت عبارة عن 12 divided 4 3. x power 4 divided x عبارة عن x power 3 plus 8 divided 4 equal 2. x power 4 divided x عبارة عن x، فتطلع الريزلت بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3x power 3 plus 2x. طيب الاكزامبل التاني 12 14x power 3 minus 21x power 2 plus 7x. انا عندي ايه؟ عندي كده 3 terms، هعملهم divided 7x. يعني اعمل ايه؟ امسك ال 14x power 3 divided 7x plus second term اللي هو negative 21x power 2 divided 7x. ال last عبارة عن 7x divided 7x. عندك 14 divided 7 عبارة عن 2، x power 3 divided x عبارة عن x power 2. مش هنكتب ال plus، هنستنى لغاية لما نجيب ال result. negative 21 divided 7 ب negative 3، x power 2 divided x عبارة عن x plus 7x divided 7x، أي number divided itself فال result تطلع 1. تمام. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية step 12 في طريقنا، طريق الفول مارك. محتاج ان انا تتمرن. عشان تتمرن هتلاقي فيه لينك فيه شيتس، هتبتدي تحملها وتحل الشيتس دي وتبعت الحلول ونقيمها، ونقول لك ان انت كده مستعد لدخول step 13 في طريقنا، طريق الفول مارك. باي باي.